أنا علاء طبية، سائق سيارة إسعاف هون موجود بحلب من بداية الأزمة. عندي كان قدام البيت 5 قطط تعرضت هون منطقتنا للقصف الشديد، اضطرت العالم لتهرب برات البلد لتنزح من الحي. تراكمت قطط الحي، يعني تفاجأت كانوا 5 قطط، تفاجأت بعد فترة شهر شهرين صاروا أكثر من 100 قطة. كل ما هاجرت عالم فضت المنطقة، يتوجهوا القطط لعندي، الاقيهم بيركين قدام البيت عندي وكل مالهم بالزياد. يعني هلا وصل العدد عندي لل 170. في لي اصدقاء من جميع انحاء العالم متعرف عليهم عن طريق الفيسبوك، بيحبوني وبحبوا عملي بالانقاذ وبالاسعاف وبمساعده الحيوانات. اقترحوا علي نأسس بيت للقطط، محمية للقطط، أيوة، وساوي لهم أرض خاصة فيهم نجمعهم فيها مشان ينحموا يعني من القصف أو ينحموا من السيارات. المهم أقرينا هالمشروع وأسسنا أول بيت للقطط في حلب، منزل أرنستو القتارو دليبو.